عسلامة، مرحبا بيك. معايا أنا الكوتش خالد الفشيشي. نعرف توا وأنت تسمع فيا أنه أكيد عندك تجربة في المدرسة ولا في المعهد ولا في الفاكولتي، ونعرف زادة أنه سيسور عندك برشا معارف وبرشا معلومات خذيتهم من هالتجربة المدرسية ولا الجامعية هذية، وأكيد أنه فما فيكم شكون عنده شهادة جامعية ولا عنده تحصيل أكاديمي معين، ولكن نعرف زادة أنه فيكم برشا شكون يلقى في صعوبات في سوق الشغل، وفيكم برشا يلقى في صعوبات في الاندماج في هالسوق هذايا. وأتأكد أنه الشهادة ما عندهاش يعني مساهمة كبيرة في أنه يلقى الخدمة اللي هو حاجته بها. تقول لي كيفاش تعرف هذا؟ خليني نقول لك ببساطة اللي أنا زادت عديت بنفس المراحل لي ميم زيتاب. يعني أنا قريت في المكتب، بعد قريت في الليسي، وبعد قريت في الفاكولتي وخذيت ماتريز، خذيت الشهادة متاعي. وبعدين وقت اللي مشيت لسوق الشغل لقيت انه الشهاده وحدها ما هيش كافيه باش تخليني نلقى الخدمه متاعي بسهوله، فوليت نلوج على مهارات اخرى، دي كومبيتونس اخرين يخليوني يعني نندمج في سوق الشغل. وفعلا تعلمت المهارات هذية، تعلمت لي كومبيتونس هذوما، واصبحت توا مختص في لي كومبيتونس هذوما، وأصبحت مدرب فيهم. وتوا أنا الكوتش خالد الفرشيشي، يعني عندي تجربة وخبرة في تدريب لي كومبيتونس هذوما للناس تقريبا تساوي 10 سنوات. لي كومبيتونس هذوما هي يعني دي كومبيتونس بيرسونيل، يسميوهم مهارات الحياة أو مهارات شخصية. أكيد أنك سمعت بالكلمة هذه soft skills أو compétences personnelles en français. شو معناها soft skills؟ وكيفاش يعاونوك أنك تلقى الخدمة متاعك بكل سهولة؟ soft skills يعني أنك تعرف كيفاش تعمل une bonne communication، كيفاش تتواصل بالقدام مع الناس. واحنا نعرفوا أنه سوق الشغل يعتمد بنسبة 95% على الكوميونيكاسيون، كيفاش تتواصل مع الآخرين، كيفاش لما تكون قدام الريكريتور كيفاش تتكلم، سواء فيربالمون سواء نو فيربال، يعني لغة المنطوق ولغة الجسد. هذا الحاجات اللي ما تعلمهمش المدرسة وما تعلمهمش الجامعة، ولكن تتعلمهم وقت اللي تقرأ ووقت اللي تتكون في السوفت سكيلز. سوفت سكيلز زادة تعلمك الكونفيونس اون سوا، تعلمك كيفاش تكون واثق من نفسك، كيفاش تتكلم وانت عندك الكونفيونس التام في ذاتك. سوفت سكيلز زادة تعني انك تتعلم لي تكنيك دو ليدرشيب، يعني كومون جيري ليكيب نتاعك. وهذا سكو شيرش لي شيف دونتربريز ريالمون. يعني ان شيف دونتربريز il ne cherche pas les diplômes, mais il cherche les diplômes, mais il cherche les achats, mais il cherche les bons profils, les bons profils اللي ينجموا يعملوا une bonne communication, les bons profils اللي عندهم confiance en soi, les bons profils اللي عنده gestion des émotions, surtout gestion de colère, gestion de stress, les bons profils اللي عندهم les techniques de leadership et comment gérer une équipe. وهذا اللي يخلي الانتربريز افونس ويخلي الانتربريز تتقدم، وهذا لوبجيكتيف نتاع اي شيف دونتربريز. الوغ اذا كان انت معناها تتعلم اللي تكنيك هذوما اي لي كومبيتونس هذوما وتتعلم السوفت سكيلز، هكاك تولي تساهم مع الشيف دونتربريز انه يحقق سون اوبجيكتيف، وهذا هو اللي يلوج عليه ان شيف دونتربريز. سوفت سكيلز زادة تعلمك الانتليجنس ايموسيونيل، كومون جيري لي ايموسيون بذكاء، يعني كيفاش لما تكون انت عندك خوف، عندك قلق، عندك غش،
كيفاش تنجم انك تيجير هكا لي زيموسيون هذوكم، سيرتو نعرفوا انه وقت اللي باش نمشي نعمل اونترتيان يعني الاغلبيه نتاع الشباب يصيبهم الخوف هذايا ويكونوا معناها في حاله من البانيك وحاله من التراك. الوغ بالسوفت سكيلز تتعلم كيفاش تتحكم تي كونترول هكا البانيك هذاك، وتنجم انك يعني تقوم بالاونترتيان نتاعك بارفيتمون اي تكون النتيجه بوزيتيف اوكي وفي صالحك. وهكاك لو ريكروتور يقول لك تيان انت لو بون بروفيل اللي انا نلوج عليه. الوغ خليني نقول لك انه ما يكفيش انه تكون عندك شهاده جامعيه، ما يكفيش انك تكون عندك المعارف اللي تلقيتها وخذيتها في المدرسه ولا في الليسي ولا في الفاك. علم روحك، علم روحك خاطرها هي معناها تعليم ذاتي هذايا في المدرسه وفي الجامعه كيف ما قلنا ما تتعلمهاش، لكن انت ريسبونسابل انك تعلم روحك هالمهارات الحياتيه هذيا، انك تعلم روحك السوفت سكيلز. وانا معاك كوتش خالد الفرشيشي، مدرب دولي واختصاصي تطوير الاشخاص والمؤسسات ومدرب سوفت سكيلز. والى ان التقي بك نقول لك سلام.